عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني خواتي في حلقتنا الأخيرة من برنامج صيف المراكز. هذا البرنامج اللي يحمل خلال أيام الكثير من المواقف الجميلة اجتمعنا فيها مع أطفال مراكز الشارقة والمناطق التابعة لها، وكانت تجربة ممتعة وناجحة. نتمنى أنتم بعد تكونون استمتعتوا واستفدتوا خلال متابعتنا. حاولنا قدر الإمكان أصدقائنا نبرز الدور الإيجابي والمهم اللي تقدمه مراكز الأطفال في حياة كل طفل موهوب أو عنده هواية، فلهم كل الشكر والتقدير. ولكم وعد بأن حلقتنا الختامية بتكون مميزة، خاصة بإعلان حسابات الفائزين في مسابقة فكر فز. تابعونا. أصدقائنا وننتقل مباشرة للمسرح عشان نتابع تفاصيل تدريبات الأصدقاء على هذه المقطوعة. هذه المقطوعة اللي استمتعنا وياها ننتقل الحين إلى الزميل راشد ونشوف شو عنده، ولكن بعد الفاصل. حياكم الله يا أحبابنا، أحب أخبركم من المقطوعة الموسيقية الثانية الممتعة بتكون بعنوان The Army March، ولكن تابعوها في دقائقنا التالية. نتعرف عليك استاذه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمي دينا سعد، المستشار الاكاديمي والموسيقي لمراكز اطفال الشارقه. ممكن تخبرينا استاذه عن المعزوفات اللي بيعزفونها اليوم للاطفال؟ طبعا اول شيء بنعزفه سلام العميد اللي هو السلام الرسمي لقائد الشرطه بالشارقه، وسلام الوطني، وبنعزف كمان مارشين من أهم المارشات العسكرية والصعبة جدا للأطفال يتعلموها، وأطفالنا أبطال الصراحة وتعلموها بكل إصرار ومفتخرين بهم جدا، وهو مارش The Army March وGo Marching. كم يوم استغرقوا عشان يتدربون على هالمقطوعات؟ إحنا بنتدرب عموما في مراكز أطفال الشارقة 3 أيام في الأسبوع، لكن مؤخرا عملنا دورة الشرطي الصغير تزامنا مع أصدقاء الشرطة، دورة أصدقاء الشرطة التابعة لأكاديمية العلوم الشرطية، فكنا دورتين متزامنتين لبعض، وأخذنا 3 أسابيع تدربوا فيها كل يوم وتجمعين. يعني عندنا أطفالنا فعلا شاطرين جدا، وجمعناهم من مراكز متميزة جدا في الشارقة، أخذناهم من مركز حلوان، مركز الرقة بالمدينة، وأخذناهم من مركز البطائح والثميد بالوسطى، وأخذناهم من مركز دبل حصن وخرفة كان بالشرقية بالمنطقة الشرقية. كيف استعدادكم للتخريج؟ إحنا مستعدين الحمد لله، وكل ما كان في تدريب الآلات الموسيقية عموما كل ما بنتدرب كل ما مستوانا بيعلى، والمجموعة أساسا وهي بتعزف مع بعضها كل ما بيكون في تجمعات كل ما بيكون في انسجام أكتر في العزف،
فكل ما هم بيتدربوا كل فتره بيتحسنوا بيتعدلوا بياخدوا على بعض في العزف، واحنا الحمد لله اخذنا بروفات كويسه ومستعدين الحمد لله. شمه خليفة الراجي من مركز الطفل بالسميد. شو اسم المقطوعة اللي شاركتي في عزفها وعلى أي آلة تعزفين؟ شاركت اليوم مقطوعة سلام العميد، وسويت سلام الوطني والمارش، وآلتي ترومبت. كم يوم استغرقتي عشان تتدربين وتحفظين المقطوعة اللي أديتيها اليوم؟ أسبوع. السلام عليكم، نتعرف عليك. اسمي علي عبد الله في مركز حلوان. ممكن تقولنا شو المعزوفات اللي عزفتها اليوم وأي آلة تعزف؟ آلة الفلوت، المقطوعات سلام العميد، أرمي مارش، ناشنال أنثم. كم يوم استغرقت عشان تتدرب على هاي المقطوعات أو تحفظها؟ أسبوع كامل. السلام عليكم، تعرف عليك. ميثا عبيد من مركز الطفل بالثميد. شو اسم المقطوعات اللي عزفتيها؟ سلام العميد، وعيشي بلادي، ودو مارشين. شو الآلة اللي استعملتيها؟ الهرن الفرنسي. عرف على الأستاذة. وعليكم السلام، هداية أحمد حسين، مرافقة في مركز الطفل بالرقة. شو استعداداتكم حق الحفل الختامي؟ والله استعدادات الحمد لله وايد زينة، وكان كل تواصلنا مع أولياء الأمور للأطفال المشتركين في الفرقة العسكرية، وكان ترتيبات من الآلات الموسيقية من النوتات، وكيف يعني يتم توصيلهم بأمان وسلامة إلى المراكز التدريب، وإن شاء الله يكون هاليوم نهائي خير وعافية، وإن شاء الله يكون حلو هاليوم إن شاء الله بالفعاليات. أخواني خواتي، هذه كانت فقرات حلقتنا الأخيرة من برنامج صيف المراكز، وفي فقرة فكر وفز اليوم نقول لكم أنتوا جاوبتوا وفزتوا معانا، ومبارك الفوز لكل أصدقائنا اللي حالفهم الحظ في السحب، وحظ أوفر في المرات القادمة لكل أصدقائنا اللي حاولوا يتواصلون وبعثوا إجاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. والحين يا أصدقائي بعلن عن حساب الفائزين، وأتمنى أنهم يتواصلون على الخاص على الإنستغرام علشان نتعرف على أسماءهم الثلاثية وأرقام هواتفهم لاستلام الجوائز من مؤسسة الشرق للإعلام تلفزيون الشرق. أحبابنا، هذه كانت رحلتنا الجميلة بين أحضان مراكز أطفال الشارقة، المراكز الداعمة والمنمية لمواهب الأصدقاء، ودائما تقدم كل ما هو مفيد وجديد لمن تسبيها. كل الشكر والتقدير لهم ولكل مشاهدينا الأعزاء. نلقاكم على خير ومع السلامة.